الزند يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس كوزير للعدل. محلب يوجه المسؤولين بتكثيف الجولات الميدانية لحل مشاكل المواطنين. اشتباكات بين القوات السعودية والحوثيين على شريط حدودي في نجران. نشرة الأخبار من أنهار اليوم، مرحبا بكم. أدى المستشار أحمد الزند صباح اليوم اليمين الدستورية كوزير للعدل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلفا للمستشار محفوظ صابر الذي تقدم باستقالته من منصبه في الأسبوع الماضي. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حضر مراسم حلف اليمين. تدرج المستشار أحمد الزند في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء في العديد من المحافظات. والمزيد عن وزير العدل الجديد في العرض والتقرير التالي. ولد المستشار أحمد الزند بقرية ديمتنو بمحافظة الغربية عام 1946، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970. تدرج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء في العديد من المحافظات، والتي كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتي أسوان والدقهلية. انتخب الزند عضوا بمجلس إدارة نادي القضاء لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينيات، ثم أعير للعمل بالإمارات حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولي عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996. انتخب الزند رئيسا لنادي قضاة مصر لدورتين متتاليتين منذ عام 2009 حتى الآن. خاض الزند خلال فترة رئاسته لنادي القضاة إبان نظام حكم جماعة الإخوان عدة معارك دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، أبرزها مواجهة قرار إقصاء النائب العام عبد المجيد محمود. شدد المهندس إبراهيم محلب